كمان مرة شكرا رشيد، شكرا كابتن جمال. بداية الشوط الثاني من هالمباراة، الشوط الثاني بين الساحل والغزية. جمال حج عم نسمعه انه ما انتهى شيء، وفعلا ما انتهى شيء بالنسبة لهالمباراة. الساحل ما بده ينام على حرير، بده يتابع ضغطه، بده يتابع البريسنج تبعه، بده يجرب يقدر يسجل بالشوط الثاني. وردة فعل الغزية ما لازم تتأخر ليقدر يقلص الفارق ويرجع ويدخل بأجواء المباراة. ما صار تعديل، ما صار تبديل أبدا مع بداية الشوط الثاني. التبديل الوحيد اللي صار بالشوط الأول دخول هادي ماضي بدلا من أحمد مكي. هادي ماضي اللي عنده النزعة الدفاعية وبمركز الدفاع، بمركز ظهير الأيسر، لأنه هيدا اللي كنت عم بقول عنه أنا بالشوط الأول. الأمور واضحة وكان في مشكلة بمركز ظهير الأيسر عند فريق شباب الغزية. حاليا بنتيجة الدرجة الثانية النهضة برليس عم يتقدم على الراسينج بنتيجة 2-0 من بعد ما كان أنهى الشوط الأول 1-0. عم بيقدر يسجل هدف بالشوط الثاني، وفريق الراسينج عم بيستهل مبارياته بالدرجة الثانية لهلأ بنتيجة منا إيجابية أبدا. كرة حاليا مع فريق شباب الساحل، حسين رزق نونا بمرر لبكاري كوليبالي اللي عم يجرب يسحب اللاعبين اللي عنده. عباس عطوي حلو كتير لزهير عبد الله، الكرة بتضيع مش لوقت كتير. داوودا ديمي بيرجع بمررها لنونا، زهير عبد الله، عباس عطوي، عباس عطوي، كرة أمامية حلوة كتير. ما زالت الخطورة موجودة، وخاصة مع الكوراني اللي عم بيلعب الكرة. الكوراني لمين بده يمررها؟ الكوراني بيحصل على ركلة ركنية. الكوراني والكرة اللي اصطدمت هون برامي فقيه لخارج الملعب، ركلة ركنية لفريق شباب الساحل. هيدي أول كورنر بالشوط الثاني. فريق شباب الساحل اللي قدر يسيطر سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول من حيث الأداء، من حيث الفرص، من حيث النتيجة يلي انتهى الشوط الأول 2-0 مع بداية الشوط الثاني. أول ركلة ركنية لفريق شباب الساحل، بيطلع حارس المرمى علي ليلى ليبعدها أول مرة بالبوكس، وبيرجع بيلتقطها بالمرة الثانية. علي ليلى يلي عم بيطلع لمين بده يلعب الكرة، بفضل يلعبها أمامية، بتنقطع سريعة من داوودا. بيرجع فريق الغزية مع الضغط الكبير يلي عم بيكون والبريسنج من لاعبين فريق شباب الساحل. عباس عاصي جرب يمررها لداوودا، اليوم الغائب الأبرز عن تشكيلة شباب الساحل هو عبد العزيز نداي والمهاجم حسين حيدر، وبينضم لهم بعدين كالفن ضو يلي وقع على كشفات الفريق هالأسبوع. عبد العزيز نداي رح نشوفه الأسبوع المقبل بمواجهة الأنصار، مباراة أنصار ساحل العنوان الأبرز مثل مباراة تضامن صور والنجمة يلي رح تكون بصور من العناوين البارزة للأسبوع الثاني من بطولة لبنان. أيضا ضمن الأسبوع الثاني طرابلس بيواجه الإخاء الأهلي علي، ديربي بين البرج وشباب البرج، والصفا بيواجه شباب الغزية. زهير عبد الله بيرجع الكرة لعند بكاري كوليبالي اللي بيشتتها لخارج الملعب. حسن حسون على السريع ما بيضيع وقت، كوتش فريق الغزية اللي بيلتقط الكرة وبيلعبها أمامية بهالوقت لعند حسن الحاج. اليوم في غياب تام لمهاجمي فريق الغزية بالشوط الأول، على أمل هالشي يتحسن بالشوط الثاني تحت أنظار المدير الفني حسن حسون اللي كان عنده أمور كتير يحكيها للفريق بالشوط الأول. بكاري منه سريع الكرة لعباس عاصي، بترجع لبكاري، بكاري لحارس المرمى علي ظاهر، علي ظاهر بيلعبها على الجهة اليسرى لعند علي عبود. علي عبود بده يتقدم، علي عبود بده يلعب الكرة لعند عباس عطوي، حلو كتير لداوودا، داوودا بيلعب الكرة أمامية، فرصة لفريق شباب الساحل، معقول كتير، الله شو هالجول الرائع. هدف، هدف رائع من فريق شباب الساحل والشباك الغزية للمرة الثالثة على التوالي بهالمباراة. حسن كوراني سجل هدف أكثر من رائع، حسن كوراني
تمرير الكرات كين والمثلثات الرائعة جدا من فريق شباب الساحل، قدروا يوصلوا لمرمى الغزية بسهولة، وحسن كوراني عم بيسجل واحد من أجمل الأهداف يلي معقول نشوفها. شوفوا التمريرة من داوودا ديامي لحسن كوراني، وشوت قوي كوراني ما بيعمل لها شيء أبدا علي ليلى، والشباك عم تهتز، والهدف الثالث بهالوقت لفريق شباب الساحل. النتيجة عم تكبر أكثر وأكثر، واحدة من النتائج الكبيرة يلي رح نشهدها. كوراني هيك نوع من الكرات ما رح يغلط فيهم أبدا بمواجهة علي ليلى ليعلن عن تقدم بنتيجة 3-0. مسح عمهلك احتفل، و 3-0 شربل، نتيجة عم تكبر أكثر وأكثر. يعني طبعا تقدم مستحق لشباب الساحل، عم يقدم كرة قدم جميلة بغض النظر عن أداء الشباب الغزية بمباراة اليوم، لكن بتقدر تشوف شكل منظم للفريق على أرض الملعب، انتشار صح، ضغط صح، اللاعبين عم يلاقوا بعض بالتمريرات بشكل صحيح، مثل التمريرة أيضا الأمامية، ممكن الخطورة تكون مع حيدر عواضة. كان في صافرة قبل وفي راي في تسلل على حيدر عواضة، عنده رغبة كثير كبيرة بأول مباراة له أساسي بدوري الأضواء يقدر يسجل هدف حيدر عواضة. هذا أمر ممكن يصير من دون شك مع الكرة أيضا الأمامية والخطأ، وفي فاول وفي إنذار. في خطأ وفي إنذار. نونا هو يلي كان عم يحصل على الخطأ أيضا، مباراة كبيرة عم يقدمها حسين رزق باللامركزية يلي عم يلعب فيها على أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة هون شوف التمريرة لحيدر عواضة، شفت هون بالصورة كان متسلل فعلا حيدر عواضة. جميع الأحوال سدد خارج المرمى، ركلة حرة لشباب الساحل، ممكن تكون الخطورة أكبر، وممكن نشوف الهدف الرابع، ليش لا؟ شباب الساحل خلف الكرة تحديدا محمد حمود عم يقدم مباراة كبيرة اليوم لرقم 21، إلى جانب اللاعب الكبير اللعيب عباس عطوي يلي هو أيضا موجود خلف الكرة. مين راح يسدد من هاللاعبين؟ مين راح يهز الشباك من هاللاعبين؟ هل هو عباس عطوي أو كوليبالي هو يلي بيسدد؟ التسديدة القوية من كوليبالي، فاجأ الجميع، كوليبالي كان بعيد لكنه انطلق وسدد بين يدي علي ليلى. هالمرة علي ليلى كان بالمكان المناسب. بالإعادة مرة جديدة ضغط حسين رزق، ممتاز ممتاز حسين رزق، شوفوا كيف بيعمل البريسنج وبيخطف الطابة وبيحصل على الخطأ، شغل كبير عم يعمله، واحد من رجال المباراة إذا ما كان أفضل لاعبي المباراة لحد الوقت على صعيد النشاط والمجهود يلي عم يعمله حسين رزق. زهير عبد الله هالمرة تمريرته كانت خاطئة، بتروح لرمي التمييز، حسن الحاج سريعا رح ينفذ الكرة الغزية بعد ما استسلم، بعد عنده شيء يقوله بهالمباراة مع علي بيسي. مجددا باتجاه حسن الحاج، زهير عبد الله على مساره، ايضا زهير عبد الله الشباب الدائم، يعني عناصر الخبره الموجوده بشباب الساحل عم تعمل التوازن بشكل كثير كبير مع اللاعبين الشبان. تبديل، خروج محمد الدر الظهير الايمن ودخول حسين خليفه رقم 11، اذا حسين خليفه مكان رقم 18 محمد الدر. بخط الوسط ستيفن ايساو منه لعند كريم منصور، ايضا الكره ملعوبه مع حسن الحاج اللي عم بيسدد هالمره، كره بترتد منه كورنر لمصلحه الشباب الغزيه. 3-0 نتيجه كبيره للساحل لحد هالوقت. اخر فوز لشباب الساحل على الشباب الغزيه كان بختام الموسم قبل الماضي بنتيجه 2-1 على ملعب العهد. كرة ملعوبة لداخل منطقة جزاء، عباس عطوي أيضا ببعدها بالرأس، يعني رغم غياب عبد العزيز نداي وحش الهجوم السنغالي عند شباب الساحل، عم يقدر الساحل يسجل 3 أهداف في هالمباراة مع الكرة الأمامية. ملعوبة لعند مين؟ لعند حسن كوراني. حسن كوراني عم يحصل على هالكرة على الجهة اليمنى منه لعند عباس عطوي، تبقى الكرة مع شباب الساحل وإيقاع اللعب دائما الساحل من خلال التمريرات، لمسة وباس لمسة وباس، هيك شباب الساحل عم يلعب. كوراني شوفوا لعند عطوي، ايضا اللمسه موجوده هالمره مقطوعه من حسين خليفه، ترجع الكره للخلف من جديد رامي فقيه، سيء الحظ بمباراه اليوم الرقم 4 والعبء الكبير على دفاع الشباب الغزيه، عم بيكون عبء كبير فعلا على دفاع الشباب الغزيه. رامي فقيه من جديد لعند حارسه علي ليلى، تسديده مثاليه فعلا كانت من حسن كوراني بشباكه لعلي ليلى.
كرة ايضا مقطوعة. عباس عاصي، عاصي منه لعند عباس عطوي. ايضا ستيفن تبقى مع الغزية المرة. الغزية بالهجوم وبحث عن تقليص الفارق وعلى هدف اول بهالمباراة مع تسديدة بعيدة جدا من كريم منصور. في حال فاز اليوم الساحل على الغزية بهالنتيجة رح يكون اكبر فارق باحدى مباريات الفريقين. صحيح الغزية فاز 3-1 بالموسم الماضي بذهاب الموسم الماضي، لكن ما حدا بتاريخ لقاءات الفريقين قدر يفوز على الثاني بنتيجه 3-0. عباس عطوي من جديد لعند حسن كوراني. عباس عاصي المثلث بخط الوسط يلي هو فعلا القلب النابض ومحرك فريق شباب الساحل مع زهير عبد الله. زهير مره جديده لعند العطوي. عباس تغيير اتجاه اللعب على الجهه اليسرى. علي عبود بالانتظار، كنترول ممتاز بالقدم اليسرى والمرور ايضا. علي عبود عم يقدم اداء جيد. علي عبود مع الكره يلي عم تلعب على الجهه اليمنى بتروح لعند زهير عبد الله. الخطوره ممكن نلاقيها ايضا بهالكره. زهير جميله جدا تبادل الكرات بين لاعبي الساحل، لكن المره انقطعت وبتبقى مع الغزيه بهالاثناء. ملعوب الى الامام ارنست. خليفه ستيفن، ستيفن عم بمر. ستيفن، ستيفن ممكن يسدد من المسافه البعيده انما ايضا بعيده عن المرمى. اخر مره فاز شباب الساحل بثلاث اهداف على الشباب الغزيه كان بختام موسم 2014-2015 3-1 بوقتها فاز. زمان كبار بعالم الفوتبول اللبناني علي فقيه الحارس الغني عن التعريف، الحارس السابق حارس مرمى شباب الساحل والانصار والمنتخب الوطني والى جانبه الحاج حمود يلي الواضح انه عامل شغل كبير مع الساحل. الموسم الماضي برز الفريق وهالموسم اكيد رح يكون رقم صعب بدوري الفا واكيد رح يكون ند عنيد لكل الفرق بالوقت يلي الكره عم تمر عن الجميع في مطالبه بركله جزاء. مطالبه هون بركله جزاء من قبل لاعبي شباب الساحل، من قبل حيدر عواضه بالتحديد مع الكره الامام ارنست. علي عبود ايضا واحد من نجوم المباراه عم يعمل مباراه كبيره. حلو نشوف مدافع شاب كيف عم بيواجه المهاجمين الاجانب وعم يقدم مباراه جيده. بفتكر انه علي عبود راح يكون له مستقبل كثير كبير بدفاع شباب الساحل في حال طبعا استمر بنفس الطريقه على صعيد تقديم نفس المستوى. هون بالاعاده مره جديده، هل لمست الكرة بيد أحد لاعبي الغزية؟ الأمر الواضح أنه الكرة ارتدت من يد رامي فقيه، من الأرض إلى يد رامي فقيه. شوفوا بالإعادة حيدر عوادة كان عم يطالب بلمسة اليد. شو حيكون فرح حيدر عوادة في حال سجل اليوم. عباس عطوي، كوراني بالانتظار، هالمرة ما بتمر. حسين خليفة عم يعمل شغل كبير بوقت دخوله على الجهة اليسرى، دخل مكان محمد الدر. رمي التماس لمصلحة الساحل مرة جديدة. يعني الأمر الواضح فارس أنه في حال استمرت المباراة بنفس النساء الساحل بطريقه لصدارة دوري ألفا، لأنه شفنا شباب البرج امبارح كان عم يفوز 2-1 وقبله نجمي 1-0 وأكبر فارق بالأهداف لهالوقت لمصلحة شباب الساحل. فريق الساحل بنرجع بنقول مرتاح كثير بهالمباراة. علي عبود عم بيقدم مباراة كبيرة، كان هو إذا بدكم السبب الرئيسي وراء الهدف الثالث للفريق. كرة أمامية لعند عباس عطوي، عباس عطوي على مشارف حدود منطقة الجزاء، جرب يرفع الكرة وكمان مطالبة بركلة جزاء لفريق شباب الساحل. عم بيطالبوا فريق الساحل، الحكم بيقول ما في شيء أبدا، بيتابع اللعب. كمان فريق الغزية ما عم بيقدر يوصل ابدا لمرمى فريق شباب الساحل. رئيس نادي الانصار نبيل بدر بيقعد مؤتمر صحافي بكره للحديث عن مباراة النجمة والانصار ويلي رافق مباراة النجمة والانصار. محمد حمود على ارض الملعب بالاعادة. هون عم نشوف هالكرة
محمد حمود على أرض الملعب. هل رح يكون في تبديل قادم بصفوف فريق شباب الساحل أو لا؟ لأنه بعد هلا الحاج حمود ما نجح لأي تبديل، بعكس الغازية وحسن حسون يلي عمل تبديلين من بداية المباراة مع دخول هادي ماضي وحسين جواد خليفة. محمد حمود بيرجع بيقوم وبده يظهر برا الملعب طالما تمت معالجته بأرض الملعب، وبيرجع بيدخل كمان مرة. الكرة يلي كان عم بيطالب فيها بركلة جزاء بنالتي، يعني لمسة اليد واضحة على رامي فكيه. رامي فكيه يلي سجل الهدف الثاني لفريق شباب الساحل، خطأ بمرمى فريقه. محمد حمود بيرجع بيدخل لأرض الملعب، بيرجع بيكمل فريق شباب الساحل مرتاح كتير من دون أي صعوبة، عم بيقدر يوصل على المرمى. تمريرة خاطئة هون، خاطئة كانت من صاحب الهدف الثالث حسن كوراني يلي بيلعب الكرة لخارج الملعب. أمامية محاولات عم بتكون. ستيفن بيلعب الكرة لمين؟ مش لحدا أبدا. يعني بيظل هالأداء اليوم ما فينا نحكم أبدا على اللاعبين الأجانب. ترجع لعند حسين رزق نونا. حسين رزق يلي معه بطاقة صفرة، لازم حسين رزق يكون خارج الملعب بالتبديلات تحسبا لأي بطاقة صفرة تانية. عبد العزيز نداي بيرجع الأسبوع المقبل ليكون بمواجهة الأنصار، بينما مثل ما عرفنا حسين حيدر رح يستمر غيابه بسبب الإصابة اللي عنده إياها، التمزق الموجود. محمد حمود لداوودة واحد من نجوم المباراة، اثنين أسس لداوودة، الهدف الأول والهدف الثالث. مثل ما عم نشوف شغل كتير كبير عم بيقوم فيه داوودة، في تسلل على فريق شباب الساحل بهالوقت. عباس عطوي كان متسلل محمد حمود، عباس عطوي منه راضي أبدا عن الكرة، إنه لازم تكون أسرع، تتمرر أسرع، ما في لزوم أبدا للتعصيب. 3-0 النتيجة، مرتاح كتير فيها فريق شباب الساحل. وجاد حسين عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب. يمكن الحاج حمود سمعني إنه صار لازم التبديل، والتبديل صار موجود. جاد حسين على أرض الملعب، هيدي حالة تسلل. جاد حسين محل حسين رزق، يعني يلي أنا قريته يلي أنا فكرت فيه قري الحاج حمود وفكر فيه تماما. حسين رزق خارج أرض الملعب والتبديل من جاد حسين. نونا قدم مباراة كبيرة بمنتصف الملعب وعم بيترك أرض الملعب لجاد حسين تمي يخد مخاطرة أبدا الحاج حمود بحسين رزق ويتعرض للإصابة أو لبطاقة صفرة تانية ويغيب عن مباراة الأنصار. معنويات عالية كتير من الحاج حمود، عم بتكون مع تسديدة رائعة، تسديدة أولى فينا نقول خطرة لفريق شباب الغازية. علي ظاهر بيبعدها بالوقت المناسب. علي عبود بيتعرض هون للخطأ من كريم منصور. علي عبود هيك بيشير الحكم المساعد محمد حرب. تسديدة رائعة كانت لفريق شباب الغازية كمان مرة التسديدة، وعلي ظاهر كان بالمرصاد لإبعادها بالوقت المناسب. ممنوع تهتز شباك الساحل، هيك علي ظاهر عم بيقول. هيدا المطلوب، فريق الغازية يطلع من هالحذر اللي عنده إياه، يقدر يواجه فريق شباب الساحل بهجمات نسقة، يقدر يوصل للمرمى، يقدر يسدد. المحاولات تكون جدية. كيف بدك تسجل هدف إذا أنت ما عم بتسدد على المرمى؟ علي عبود بيرجع الكرة لعلي ظاهر. علي ظاهر بهالوقت كمان لعلي عبود، واحد من نجوم المباراة علي عبود. لجاد حسين، أول كرة جاد حسين عم بيلمسها، بيرجع لكوليبالي. حلوة كتير محاولات فريق شباب الساحل للهدف الرابع. تعرفوا الأهداف كلها مهمة. آخر النتائج اللي عم تتسجل
الراسنج عم بقلص الفارق مع النهضة باريس لواحد اثنين من بعد ما كان متأخر بنتيجة 2-0. ومع نهاية المباراة بنعطيكم كل النتائج. سبورتينج اللي عم يتقدم على الاجتماعي 3-2 ببطولة الدرجة الثانية من بعد ما كان التعادل بيناتهم 2-2. ركلة حرة لفريق شباب الساحل، واضح الخطأ كان على قاسم ليلى. حاج حمود، حاج حمود كل كرة دايما ورا اللاعبين. عباس عطوي على التنفيذ لمين رح يلعب الكرة؟ كوليبالي اللي بيدخل منطقة الجزاء، كوليبالي ليلعب الكرة الرأسية لعند كوليبالي، ما بيقدر كوليبالي، الخطر موجود. عباس عاصي، عباس عاصي مع الكرة، مع الدقايق اللي عم بتمر سريعا على فريق الغزية، وما رح يتغير شيء بالمباراة شربيل. يعني واضحة الأمور إنه الساحل رايح لفوز، لأنه محاولات الغزية خجولة جدا فينا نقول من بداية المباراة، والساحل عم يبسط سيطرته أكثر وأكثر على مجريات المباراة بعد مرور 66 دقيقة 3-0. السؤال هلا إذا رح الغزية يقدر يقلص الفريق أقله يسجل هدف بهالمباراة، أو شباب الساحل رح يعزز النتيجة أكثر وأكثر. الأمور واضحة، الساحل أفضل، الساحل مرشح لتحقيق انتصار كبير، انتصار عريض يوجه من خلاله رسالة إلى فرق المقدمة بأنه رح يكون خصم عنيد، بأنه رح يكون الفريق يلي رح ينحسب له ألف حساب من قبل فرق المقدمة بكل مرة رح يتواجهوا معه. على كل حال الكرة عم تستأنف حاليا، واللاعب عم يستأنف مع عباس عطوي لعند كوليبالي من خلف زهير عبد الله. زهير سريع لعند العطوي، شوفوا عند ما يكون في ضغط على لاعب من خط الدفاع كيف عباس عطوي بيتحرك بشكل سريع وبيكون موجود على خط التمرير ليتلقى الكرة. مع علي عبود لعند الحمود، مقطوعة المرة تحت الضغط منتصف الملعب. كرة من جديد مع الغزية، ستيفن لعند ارنست، ارنست لعند كريم منصور بقدمه اليسرى، لكن هالكرة يا كريم هالكرة سهلة جدا لعند علي ظاهر. عند الغزية ايضا بصراحة عم يصعبها على نفسه. داوودا بتحرك كثير، داوودا نشيط جدا داوودا، لكن التزامه بوجوده على طرف الملعب عم يخليه بعيد نوعا ما عن منطقة الجزاء وعن الخطورة يلي بيصنعها عادة. تبديلين للغزية وتبديل واحد لشباب الساحل. كوراني بهالمواجهة، عباس عاصي، زهير عبد الله، زهير جاد حسين عم يطلبها على الجهة اليمنى. زهير بيختار التمرير لعند عباس عاصي، عباس منه لكوراني، جميلة جدا تبادل الكرة بين اللاعبين. عباس عاصي عم يسقط تحت الضغط، بتروح الكرة لعند شباب الغزية، الغزية المرة بالهجوم مع بارفوز. ارنست منه لعند حسن الحاج، حسن الحاج بيحاول يتقدم، تدخل ممتاز ونظيف من عباس عاصي، عم يخلي الكرة ترجع للساحل المرة، لكن تمريرته لعباس عطوي مش من نوع التمريرات يلي معودنا عليها عباس الى خارج ارض الملعب. حسن حسون على خط الملعب اكيد بيعرف تماما الصوره اللي عم بين عليها شباب الغزية بالوقت الحالي، مختلفه تماما عن صورته بالموسم الماضي بكثير من مراحل الموسم الماضي. خليني اقول لان مر بفترات صعود وهبوط فريق شباب الغزية، لكن كان عنده سلسله من النتائج الجيده يلي سمحت له انه يكون بين أندية النخبة بنهاية الموسم. الدقيقة 70 تماما والساحل بالهجوم دائما مع عباس عاصي، منه لعند زهير عبد الله، زهير مطلوب الكرة العرضية، زهير هيدا الأمر يلي عم يعمله، مقطوعة هالمرة من كندي. على الجهة اليسرى حسين خليفة، حسين لمين يلعب حسين؟ هيدا السؤال يلي عم يسأله.
الخيارات ضيقة قدام لاعبي الغزية عند ما يستلموا الكرة. الأمر الواضح من تمريرته الأخيرة لهادي ماضي خرجت مباشرة إلى الأوت. بالوقت يلي الحكم محمد درويش بحوار مع ستيفن. هيدا إرنست بارفو المهاجم الغاني اللي تضرر منه أكيد أشياء أكثر على أرض الملعب. ستيفن بيحمي كرته. كرة بوسط الملعب تبقى مع الغزية للأمام لعند إرنست. محاصر من أربع لاعبين. شو ممكن يعمل إرنست؟ بعيد للخلف إرنست لعلي قبيسي على الجهة اليمنى مرة جديدة مع كريم منصور. كريم منه لعند قاسم ليلى. قاسم بوسط الملعب. هادي ماضي. الغزية عم يحافظ على كرته بالوقت الحالي وعم يجرب يبني هجمة، عم يجرب يوصل إلى منطقة شباب الساحل مع حسين خليفة. خليفة خليفة بيحاول يمر إنما عباس عطوي عم يقطع هالكرة. بتبقى مع الغزية ما في أي خطأ. الصراع الكبير الموجود عباس عاصي عم يكسب الخطأ هالمرة. محمد درويش كان عم يراقب الحالة. عباس عاصي هو يلي عم يكسب الخطأ. الإعادة مرة جديدة. يعني عرف عباس عاصي كيف ياخذ الكرة فارس ويحصل خطأ واضح. الشد كان المسك بالشورت. كمان مرة بالإعادة من زاوية أخرى عم نشوف المطالبة كان بخطأ لفريق شباب الغزية. الحكم عم بيتابع اللعب تحت أنظار جمهور فريق شباب الساحل يلي مبين قدامنا على الشاشة يلي عم يتابع المباراة وعم يشجع فريقه. فريقه متقدم بنتيجة 3-0 وبين حضور رئيس نادي شباب الساحل سمير دبوق يلي عم يتابع المباراة. كمان المباراة الأسبوع المقبل هي المباراة المنتظرة بين شباب الساحل وفريق الأنصار بعد خسارة لفريق الأنصار قدام النجمة 0-1. الأنصار ما بيحمل تعثر تاني أبدا وفريق شباب الساحل كلنا بنعرف فريق كتير مهم، فريق كتير كبير، فريق خطر كتير. والأنصار بده يطمح ليثأر من شباب الساحل خاصة بعد خسارته نهائي كأس النخبة. مصطفى كساب عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب. هلا بنشوف بدلا من مين مصطفى كساب التبديل التاني بصفوف فريق شباب الساحل. أول ما الكرة تتوقف التبديل صار جاهز والحاج حمود يلي بفضل يريح لعيبته خوفا من الإصابات. كرة أمامية من هادي بمرر لحسين جواد خليفة ما رح يقطع عن زهير عبد الله. ترجع لعند عباس عطوي بيخسر الكرة. عباس عطوي وتسديدة رائعة كانت بس من دون خطورة. لاعب فريق شباب الغزية كان عم بيجرب فريق الغزية يعمل شيء عن طريق حسن الحاج. تبديل لازم يتم بهالوقت ومصطفى كساب بدلا من مين؟ مصطفى كساب رح يدخل لأرض الملعب بانتظار لنشوف علي عبود اصابته. عم بيطلعوا على اصابه علي عبود. اذا علي عبود اصيب علي عبود رح يقدر يتابع ما في مشكله ابدا. هلا التبديل رح يتم. هلا بيصير التبديل. الحاج حمود يلي عم باخر التبديل لثواني قليله. رمي تميسه فريق الغزيه. الغزيه ما عم بيقدر يهز شباك الساحل ولو بهدف رد الاعتبار. هيدا المطلوب منه. تحسن اداء الغزية بالشوط التالي. كريم منصور. كريم محاولات عم بتكون. علي قبيسي بيرفع الكرة داخل منطقة جزاء ورأسية بعيدة كتير من بارفو بيلعب الكرة كتير بعيدة عالية. بيرجع الحاج حمود بيعطي إشارة التبديل ليصير التبديل. والحكم الرابع أحمد دمج رح يتقدم ليعلن عن التبديل أول ما توقف الكرة. وهذا بيكون التبديل الثاني من ناحية فريق شباب الساحل. جاد حسين كرة عم بيخسرها عباس عطلي بتروح بهالوقت
لستيفن يلي بيسدد بيسدد كرة حلوة على يمين علي ظاهر، بس لحسن حظه لعلي ظاهر كرة ما صابت المرمى. حيدر عواضة خارج أرض الملعب، حيدر عواضة ارتقى الحاج حمود انه يكون خارج التشكيلة بعد مرور 75 دقيقة على بداية المباراة. حيدر قدم مباراة جيدة، ما قدر يسجل بس كان عنده محاولات قدام مرمى فريق شباب الغزية. ترجع الكرة لعند كوليبالي، كوليبالي منه لعباس عطوي لعلي عبود، علي عبود بتروح لوين؟ لمنتصف ملعب، حلو كتير لعن جاد. محمد حمود بيتقدم، محمد حمود، محمد حمود، محمد حمود، محمد حمود على الجهة اليسرى، يعني فريق شباب الساحل خلص اقتنع انه المباراة والثلاث نقاط صاروا بجيبته، عم بيجرب ما يتلقى مرمي هدف، يعني إذا ما سجل ما يدخل مرمي هدف، هيدا اللي عم بيعمله فريق شباب الساحل مع هالكرة الأمامية البعيدة ما رح توصل أبداً. لا كوراني، كوراني صاحب الهدف الأول لإله بالدوري، بدوري ألفا لهالموسم. كنا عم نشوف تسديد ستيفن حلو كتير، هيدي واحدة من الفرص الخطرة، يعني بالشوط الثاني عنده فرصتين كان فريق شباب الغزية، تسديدة كانت عن طريق حسين جواد خليفة والتانية عن طريق ستيفن مثل ما عم نشوف نحن وياكم بهالتسديدة. محاولات فريق الغزية بعد ما عم تعطي نتيجة. علي ليلى يلي دخل مرمي ثلاث أهداف بمباراة اليوم وقدر يبعد كمان مثلهم، ثلاث أهداف مثلهم كانوا خطرين كتير لناحية فريق شباب الساحل. بطاقة صفرة بهالوقت لفريق شباب الغزية، عم بيكون في اعتراض وقاسم ليلى يلي عم بيحصل على الإنذار. علي ليلى بنفذ الكرة، علي بيلعب الكرة عالية بيبعدها عباس عطوي، تنزل عند قاسم، قاسم ليلى بمرر بهالوقت والتبديل الثالث بصفوف الغزية عم بيتحضر. علي يزبك يلي عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب، علي يزبك بهالوقت المتبقي من عمر المباراة، بينما فريق شباب الساحل إذا بده يلجأ لتبديل ثالث بيقدر. ستيفن بمنتصف ملعب عم بيتحرك لاعب الغاني بالشوط الثاني، بمرر بهالوقت لهادي ماضي، ستيفن بيرجع بمرر لهادي، هادي لقاسم، قاسم بده يغير اتجاه الكرة، هذا الشيء اللي بصير لأنه الضغط عم بيكون كبير من لاعبي فريق الساحل تما يخلون يقربوا أبدا على منطقة الجزاء. خطأ واضح هون من حسين جواد خليفة لصالح علي عبود، والركلة الحرة عم بتكون بهالوقت لفريق شباب الساحل مع اعتراض من حسين جواد خليفة. ومين عم بيظهر؟ حسن الحاج، حسن الحاج والتبديل الثالث لفريق الغزية ودخول علي يزبك بدلا منه. واضح الخطأ، واضح قرار الحكم، قراره صحيح والخطأ واضح كان لصالح فريق الساحل. ترجع الكرة بهالوقت عم بتكون محاولات حلوة كتير من مصطفى كسابي اللي بيلعب الكرة لمنتصف ملعب لداوودة، داوودة شوفوا هالتمريرات الرائعة، داوودة ما سجل بس داوودة فيكم تقولوا واحد من نجوم المباراة، وقت عم بيعطي اثنين أسست وتمريرات كانت على المسطرة بهاللقاء، هيدا بدل قديش عم بيساعد فريقه وقديش تأقلم مع فريقه بسرعة. كرة لعند هادي ماضي على الجهة اليسرى، هادي معه زهير عبد الله، هادي 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 بمرر في تسلل، تسلل على حسين جواد خليفة. عم نقرب من الدقيقة 80 من المباراة، هون عم نشوف حالة التسلل يلي كان عم يرفع رايته الحكم محمد حرب ليعلن عن هالشي. فريق شباب الساحل عم يتجه لأول ثلاث نقاط لقلو بدوري ألفا، لأول انتصار لقلو والغزية لأول خسارة. فريق الغزية في أمور كتير بده يرجع يشوفها من بعد هالمباراة شربيل، بده يرجع يتدارك الوضع يشوف
وين كانت المشكلة خاصة بالشوط الأول. بالشوط الأول اللي كان فريق نوعا ما غايب، بالشوط الثاني تحسن أدائه، بس تعرف بيصير في تراخي من اللاعب وقت بيضمن نتيجة المباراة، وهذا الشيء بيساعد أكثر الفريق الثاني إنه يقدر يهاجم يقدر يتقدم بس من دون أي هدف. على كل بعد مرور 80 دقيقة على بداية المباراة، 10 دقائق على نهايتها، 3-0 تقدم الساحل على الغزية. ومن دون شك أيضا أن شباب الساحل بيقدر يبني على النتيجة للمراحل المقبلة من عمر الدوري، الدوري اللي طبعا دائما رح نكون مواكبين لكل مبارياته عبر شاشة ام تي في وشاشة وان أيضا. وبكرة الموعد بيتجدد مع الموسم الثالث لبرنامج جولدن بول بالوقت يلي تسديد الرائعة جدا والقوية، أخطر فرص المباراة للغزية عبر حسين خليفة بالتسديد اليسارية، ارتدت من العارضة الساحلية، علي ظاهر كان على مسارها إنما ارتدت من العارضة. شوفوا بالإعادة مرة جديدة، بيستحق كان يسجل حسين خليفة بصراحة بهالتسديد الرائعة جدا من مسافة بعيدة. ايه هيك نوع من التسديدات كان ناطرها الغزية من بداية المباراة، لو دخلت هالكرة بالتأكيد كانت أحيت أمال الغزية. كنت عم بتحدث إنه بكرة الساعة 5 بعد الظهر مباشرة رح نكون مع الحلقة الأولى من الموسم الثالث لجولدن بول، جولة أسبوعية على كل المباريات والملاعب اللبنانية وكل شيء، تفاصيل خاصة بمباريات دوري ألفا وإضاءة على كل النجوم وعلى الأهداف وعلى الفرق بالوقت يلي في حاليا محاولة عبر عباس عاصي. عباس عاصي عباس عاصي عباس عاصي، وين الجول يا عباس عاصي ووين الجول يا شباب الساحل مع مصطفى كساب. مصطفى بعيد الكرة لعند جاد حسين، واحد من لاعبين الشبان المميزين والساحل يلي عنده اهتمام خاص بالفرق والفئات العمريه وباللاعبين الشبان. كان ايضا عين المدير الفني المدرب محمد حسن كاريكا كمسؤول عن الفئات العمريه بالنادي، نسب يعني ايضا محمد حسن كاريكا كان مدرب ومدير فني بشباب الغزيه بعام 2015، واليوم اذا عم يتولى الفئات العمريه بشباب الساحل وشباب الساحل واعتماده على الشباب بشكل كبير. واحد منهم المتألق بهالمباراة برأي الرقم 4 علي عبود، بالوقت يلي في تبديل جديد، تبديل جديد يوسف بركات، وجه شاب أيضا ظهر مع السلام صغرتا بموسمه الأول العام الماضي وقدم سلسلة من المباريات الجيدة، لكن مع نهاية عقده مع السلام كان عم ينتقل لشباب الساحل رقم 18، اصبح موجود على خط الملعب ايدينا بدخوله بالدقائق الاخيره من هالمباراه. والكره الاماميه بتجي لداوود الديمي، داوود الديمي قادر يدمر اي دفاع، هذا الامر يلي عم يعمله حاليا بمواجهه رامي فقيه. داوود عم يتابع مروره، داوود عم يكمل باتجاه منطقه الجزاء، داوود 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 بيلعب الكره عرضيه باتجاه الكراني انما مقطوعه هالمره بشكل ممتاز، كان على مسارة الرقم 14 هادي ماضي قطع الكره. والتبديل راح يحصل، عباس عطوي راح يخرج، يوسف بركات راح يدخل، لاعب منتخبنا الاولمبي يوسف بركات اذا مكان عباس عطوي. هيدا هو التبديل الثالث والاخير بالنسبه لشباب الساحل. طبعا الفريقين استنفذوا تبديلاتهم، عش حمود عم يطلب جمهور الساحل التصفيق لعباس عطوي، بدون شك يستحق كل التصفيق عباس عطوي. اذا يوسف بركات مكانه لعباس عطوي، جاد حسين هو حاليا موجود على الجهه اليسرى، ايضا كره موجوده مع شباب الساحل دائما مع الحمود في صافره، كان في صافره وفي رايه. داوود عم يعترض، عنده رهبة كبيرة لتسجيل داوودة، وخصوصا يعني بعد خروج حيدر عوادة اصبح داوودة بامكانه يروح اكثر باتجاه منطقة جزاء، يحاول يكون هو الرأس الحربي الصرف والوحيد بتشكيلته للحش حمود. كريم كريم منصور مرة جديدة بوسط الملعب، عاصم ليلى ايضا كريم منصور، بتبقى مع الغزية مع ستيفن تحديدا، بينقلها لعند كندي 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 بتابع تقدمه كندي، الكرة مقطوعة بده يتابع كثير منيح كندي، ممكن ظهره يكون مكشوف بعد تقدمه قلب دفاع الغزية، لكن الساحل
عم يهد اللعب شوي بالدقائق الخمسة الأخيرة. هل رح نشهد هدف ساحلي أو الغزير رح يفاجئ مثل ما فاجئ حسين خليفة بتسديدته اللي ارتدت من العارضة وكانت المفاجأة تكبر لو هزت الشباك؟ وما في أي خطأ، الاحتكاك طبيعي بين قاسم ليلى ويوسف بركات. الكرة مع إرنست، إرنست إرنست بحاول يتقدم. إرنست شو ممكن يعمل بهالكرة؟ إرنست بحطها لعند كريم أسرع، عم يطلبوا جمهور الغزير من لاعبينه، بتروح عند حسين خليفة صعب تزيد القوي مرة. كرة عرضية جميلة، كرته العرضية لحسين خليفة يلي هو الأبرز من وقت دخوله إلى أرض الملعب، هو كان الحل للمشكلة على الطرف الأيسر. سحب حسن حسون محمد الدر وأدخل سريعا حسين خليفة، وحسين خليفة كان له فرصة خطيرة جدا ارتدت من عرضته لعلي ظهر، وأيضا هالتمريرة لو نجح واحد من متابعي الغزية تبعها تحديدا علي يزبك يلي كان على مسارة. أداء 86 إذن عم نقرب أكثر وأكثر من نهاية المباراة بالوقت يلي الأمور لا تزال على حالة بمباراة البرج والسلام صغرتا. النتيجة 0-0. أكيد رح نقلكم النتيجة النهائية من ملعب المرداشية قبل نهاية المباراة مع خليفة يلي مرة جديدة عم يحصل على هالكرة بتروح لعند ستيفن بوسط الملعب، يعني عم يعمل مجهود على صعيد استعادة الكرة ستيفن يساو، لكن لحد هالوقت ما عم يقدر يزيد بالحالة الهجومية. هيدا أمر طبيعي، شوفوا عدد لاعبي شباب الساحل وانتشارهم بخط الوسط، هذا الأمر بيسمح له أن يستحوذوا بشكل كبير مع قاسم ليلى. دايم من الوقت المحتسب بدل عن ضائع بين السلام والبرج بالمباراة يلي كانت قدم فيها البرج 1-0 بهدفه لتياغو أمارال. كرة ملعوبة للأمام مرة جديدة مع علي أزبك، هو عم يجرب يهرب حاليا من علي عبود، لكن اليوم علي عبود مسكر كل حدود منطقة الجزاء، كل الهجمات بتوقف عندها مع علي عبود. مقدم أداء أكثر من جيد بهالمباراة مدافع الأنصار السابق. كوليبالي بالخلف لعند عباس عاصي، مرتاحين كثير شباب الساحل بنقلة الكرة. مصطفى كساب أيضا، علي عبود تغيير اتجاه اللعب لعند محمد حمود، كنترول بيمشي الحمود بيلعب الكرة للأمام، الكرة الطويلة لداوودة أيضا، كنترول ممتاز من رقم 90 داوودة ديما، بيخلي كرته مع يوسف بركات، يوسف بركات، يوسف بركات بيلعب الكرة لعند الكوراني، الكنترول من كوراني، هل راح يسدد، هل راح يمرش، راح يعمل كوراني، كوراني بيحاول يمر، لكن يا كوراني اخترت الخيار غير الصحيح، كرة مباشرة بين يدي علي ليلى. تأخر كوراني، فكر كثير، فكر مرتين بعالم الفوتبول داخل منطقة جزاء، أحيانا وبأكثر الأحيان ما فيك تفكر مرتين، بدك تتصرف بشكل سريع، بدك تجرب توصل إلى الشباك، بدك تجرب تسجل الأهداف. رامي تميس بالجهة المقابلة منصة رسمية بعد هالكرة الأمامية داوودة، شوفوا الكنترول من داوودة، يا سلام يا داوودة على الكنترول، خفيف وحريف على أرض الملعب داوودة ديمي. رقم جديد مع حسين خليفة، أبرز لاعبي شباب الغزيم وقت دخوله إلى أرض الملعب، تروح لعند كريم منصور، كريم لعند ستيفن من جديد لعند قاسم ليلى، قاسم بيلعب الكرة على الجهة اليسرى، بتبقى مع هادي ماضي وبتبقى مع الغزية. كريم منصور أفضل غزية أصبح بعد تلقيه الهدف الثالث، وكأنه تحرر من الضغوط يلي كانت عم تلاحقه مع ستيفن، بحاول يمر عن يوسف بركات وعن زهير عبد الله. ستيفن وين راح؟ ستيفن بيلعب الكرة على مشارف المنطقة، إرنست عم يحميها بشكل ممتاز، هل راح يقدر يسجل بين غابة لاعبين؟ عم يسقط داخل منطقة الجزاء وعم يحصل على ركلة جزاء. الاحتكاك مع إرنست كان موجود، لكن أنا برأيي الخطأ ما كان في داعي له أبدا، لأنه لاعبي شباب الساحل كانوا عم يحاصروا تماما إرنست، شو كان ممكن يعمل بهالكرة؟ هل كان بيقدر يبرم ويسدد باتجاه المرمى؟ على الأرجح لا، لأنه فعلا كان محاصر مكبل إرنست بين لاعبي الساحل. شوفوا علي عبود هون الاصطدام، وهون الاحتكاك اللي حصل، الاحتكاك اللي حصل بين علي عبود وإرنست بالإعادة مرة جديدة. قدمه اليمنى لعلي عبود أعاق التقدم إرنست، محمد درويش كان قريب من الحالة واحتسب البنالتي. هون ثلاث لاعبين حاصروا إرنست، علي عبود اعتبر الحكم أنه ارتكب خطأ وبالتالي ركلة جزاء إذا للشباب الغزية. خلف الكرة كريم منصور رقم 7،
كريم، كريم منصور من وجهة علي طاهر، كريم منصور عم يتقدم عم يسدد جول للغزية. الشباب الغزية أخيرا عم يتمكن من تقليص الفارق من الدقيقة 90 تماما، عم يهز شباك شباب الساحل، خدعه تماما كريم منصور لعلي ظاهر وسجل إلى يساره. 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، 3 دقائق بتفصل شباب الساحل عن الفوز بالأهداف الثلاثة. علي عبود ما كان راضي طبعا على الخطأ يلي ارتكبه علي ظاهر، أيضا أكيد منه راضي إنه شباكه اهتزت بمباراة اليوم بالإعادة مرة جديدة. تسديدة كريم منصور إلى يساره لعلي ظاهر، 3-1 النتيجة. الساحل عم يحاول يرد بهالوقت مع كوراني نشيط جدا. كندي الخلف مقطوع، ارنست اخذوا معنويات الغزية من دون شك مع حسين خليفة. حسين خليفة عم يتقدم، حسين خليفة بيلعب الكرة الامام لعند علي يزبك، ايضا مقطوعة، فرصة للساحل للارتداد. يعني الساحل اذا بحرك الكرة بشكل سريع ممكن يقدر يرتد ويخلق المساحات، ولو انه الغزية عم بيدافع بثلاث لاعبين بخط الظهر، ثلاث لاعبين ثابتين تحديدا. ارنست شوفوا غابة من اللاعبين، يعني فعلا حاصروه تماما لارنست يلي يعني ما قدر يهرب مع الكرة، ما في اي تسلل. داوودة ممكن داوودة يسجل ويريح نفسه، بيختار التمرير لكوراني، عم يحاول يرده لداوودة. يا كوراني الأنانية ما كانت موجودة عند حسن كوراني، لكن أيضا الأمر يلي ما كان موجود هو لاعب من لاعبي شباب الساحل على مسار الكرة العرضية اللي انقطعت، كان قصده كوراني يعيدها لعند داوودة. يعني ثقة كتير كبيرة بالنفس من لاعبي شباب الساحل، وأيضا عدم الأنانية هي شغلة جميلة جدا، لكن كوراني هون سدد سجل أو مرر لداوودة ديامي بشكل أفضل. يا حسن كوراني هدف فعلا صريح ضاع على شباب الساحل. كوراني بيلعب الكرة من الكورنر والرأسية موجودة إلى جانب المرمى، ركلة مرمى عند علي ليلى. قربنا أكثر وأكثر نفوت بالدقيقة الأخيرة من هالمباراة. عباس عاصي هو كان خلف الكرة الرأسية، والساحل كان أمام فرصة ذهبية للفوز برباعية وتكون فعلا أكبر نتيجة بتاريخ لقاءات الفريقين يلي مشاهدوا فعلا أكثر من 5 أهداف. 3-2 فاز شباب الساحل بذهاب موسم 2014-2015، هيدي وحده من المباريات يلي حملت 5 اهداف، وقبلها كان ايضا عم يفوز 3-2 بالموسم يلي سبقه بمباراه مؤجله عام 2013 تحديدا. والفوز الاكبر للغزيه بالتاكيد مثل ما ذكرنا كان الموسم الماضي بنتيجه 3-1 على ملعب صيدا، كيكي هدفين وخليل بدر لاعب النجم الحالي هدف مقابل هدف للغائب الاكبر عبد العزيز نضاي. يعني الساحل اليوم حتى بيفتقد لسلاحين فتاكين خليني اقول بخط الهجوم، عبد العزيز نضاي وحسين حيدر اللاعبين الغائبين بسبب الاصابه بالوقت يلي جاد حسين حاليا بهالمحاوله داخل منطقه جزاء مقطوعه من كندي، بتبقى لعند داوودة. داوودة بحاول يمر ورمي التماس لمصلحه الساحل. الثواني الاخيره من المباراه، الوقت المحتسب بدل عن ضائع عم ينتهي. محمد درويش ما راح يتاخر كثير ليطلق صفرته ويعلن عن اول فوز للساحل بموسم 2019-2020. ركله مرمى بالوقت يلي انتهت المباراه على الملعب، ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي بجوني بصفره محمد درويش وبفوز شباب الساحل بنتيجه 3-1. البرج عم يتغلب على السلام وعم بيعود الى بيروت ب3 نقاط غاليه جدا بنتيجه 1-0. البرج فاز، إذا 3 نقاط للبرج، 3 نقاط لشباب البرج، 3 نقاط للنجمة، و3 نقاط للساحل يلي هو الأبرز كان على صعيد النتيجة. وبرأيي من خلال اللي شفناه بالمباريات كان فريق فعلا لافت أدائه على صعيد المستوى الفني يلي قدمه على أرض الملعب. ألف مبروك لشباب الساحل. عباس عطوي، رامي فقيه خطأ بمرميه، وحسن كوراني هن يلي سجلوا له، كريم منصور سجل من بينالتي هدف الغزية. أكيد الغزية رح يعيد حساباته، والغزية قادر من دون شك انه ينهض من هالكبوه ومن هالخساره المبكره. لا يزال امامنا الكثير مشاهدينا لنحكي عنه اكيد باستوديو التحليلي حول هالمباراه، واكيد الاكثر رح يكون بانتظارنا بكره ابتداء من الساعه 5 المساء. بدي اعطيكم موعد عبر برنامج جولدن بول والحلقه الاولى من الموسم الثالث طبعا. انما قبل ما نتوقف مع استوديو التحليلي اكيد بدي اودعكم واعطيكم موعد بكره. الك رشيد، تفضل.